السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا نلعب كراش من جديد الجزء الثاني، بعدين بنكمل الجزء الثالث. الشوط اي شوط اللي بنروح؟ بقى كم شوط؟ شوطين. بنروح ذا الشوط اولا. سوير اوف ليذر. ريتر ولا ايش؟ قاذف لهب. شت خسارة. يلا خلصت. قاعد افكر، المفروض ما افكر، اركز في اللعب. طبعا الجرافيكس حلو، بس بعد تكنولوجيا. شركة هاي اللي اكتيفيجن ما سوت شيء. شت. اللهم بس عطوا الشركة تطور اللعبة او تعدل الجرافيكس وهم ينشرون. حتى من فوق ما يصير، فاهم المشكلة. حلو. ليش ما ناخذ وجي؟ شوف كم عندنا، 4. ناخذ بعد اكثر. بس وجه واحد، يعني 5 وجه. واو، 6 المفروض. شيء غريب. احلى. حلو، مو بلازم يكون عندك البرتقة كلها. ياه، عرفت شو اسوي؟ اضربه وارجع. الالماس هنا.
خسارة. يا يلا بقى لي واحد بردقال. روح شوط في برتقال ما تخسر، يرجع معاك تروح الشوط الصعب وتخلصه بسرعة. شكل الحين بقى شوط ثاني. هاي زوع هاي مش الماس بس كريستال كبيرة، حتى هم يقولون كريستال بلانت فود. اثنين برتقال. هنا ما استفيد منها البرتقال. او شيت معقولة؟ لازم اكون حذر هنا. التحكم مرات يكون غريب، خاصة ان هاي لعبة قديمة. او شوف تونا جبنا طار التحكم معلق مرات ما ادري ليش، يعني يوقف غريبة. انتظر احسن. ليش يا رب؟ خل غش هذا، غشاشين. هاي لعبة غريبة الصراحة. شنو؟ ضاغط مربع ولا شيء؟ ايش تبون اكثر من كذا؟ لا 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 هني لا تروح. شنو؟ شيء غريب. يلا البردقة منها فايدة هنا. هذا يضارط ولا شنو؟ شات اخاف اسوي الاعصار. شوف شوف خبيث واكون جنب هذا. خبثة عنده وجيه، بس بعد ما راح احتياط هنا. هم في هاي الاسهار كذي بس مو بنفس ان مثلا تاكل جرد، تاكل ثعلب، تاكل تاكل حشرات. من زمان اخذنا هذا الدرس في المدرسه في صف خامس او سادس. شت ما ابي افكر وانا العب او اتكلم او حبيت، لكن يلا مو مشكله. اسمها نباتات اكلت اللحوم. مثلا شلون تغري الحشرات تخلي ريحتها ممتازه. اوه شت
مو مشكلة. تخلي الريحة ممتازة فتجذب الحشرات. بس في النهاية الحشرات مش لحوم، ما أدري يعني اللي حاط العنوان غبي، المفروض يكتبون نباتات أكلة الحشرات. فعلا هاي النباتات لو بيعونها بشتريها. ليش؟ مثلا ما يكون الصيف تعرفون الناموس. شو السالفة؟ شال حظة هذا. لحظة. لازم اخذهم كلهم. عرفت الحل. شيء غريب. مشكلة. لا عد ذا المرحلة السخيفة. على المرض بضل. يلا هذا الطراد المقرب. قاعد فيه؟ هاي ايش تبي؟ ابتعد عن طريقي. بعد انا هذا شو استفيد لما ينفجرون ذيلاك. يلا نفتح مرحلة جديدة. فعلا اذا تبي تعدد ذي المراحل بسرعة لازم تروح ذي الشوط و يكون عندك من هذا البرتقال تمرمع من عندهم بسرعة. شو بيطلع بعد مين؟ Crash, my boy. You are more than halfway there. But I'm sure you've noticed that things are getting harder. The last 10 crystals will be the hardest to gather. And my our enemies will be sending their strongest forces to thwart you. I'll contact you again when you have completed the next warp room. Okay.
يقول بتواصل معاك مرة ثانية. العشرة الباقين يقول هو من أصعب الكريستالات المراحل. والحين الزعيم تايني تايجر. تايني ضعيف، تايجر نمر. هل أنا بواجه نمر يعني؟ يلا. He does not pay attention to his. وش ذا؟ شريخان. ليش؟ وش السالفة الحين؟ ايش يبي هو؟ ما اعرف شو السالفة. شريخان خليه يطيح في الفخ مثلا، والله شلون. ياه ابي يطيح في الفخ، انا اللي طحت. بعدين شال غش، الحفرة عميقة تحت، شلون يرجع؟ هلا راح على راجع، بس بيرجع لان توني بقفز اللي هو تريدر. تبي المتخلف حيوان. جيم اوفر. ما مشكلة، يا والله شكله ما راح افتك منه. ايش تسبي غبي؟ خلنا نفكر وين اروح بعيد عنه. ايوه هو فعلا غبي، ما يشوف ان هاي بطيح. زين لو ما راح يكون غبي. او شيت، شلون يا اخي الكنترول غريب هنا بعد. مع السلامة، أنا هنا. وش من البداية معصب.
ابتعد عنه اكثر. انا هنا انا هنا. ليش غش؟ المفروض وين اروح اذا كل احمر اصلا؟ مش هلعبه. يلا خل نفكر شوي. اوفر. شين طولت مع ذا البوس؟ يلا زين انه في بعد سكيب. مستانس الحين. اوحى بلا رجعة. يلا انا هنا. يلا الثالثة نضبطها ان شاء الله المرة. يلا في النهاية خليتك بعد طيح. الواحد لازم يفكر شوي فيها. روح عند المكان الأحمر قبل ما يطيح عشان هو يجي ويطيح وأنا أروح في الدائرة الثانية. أنا قاعد أقفز وأقفز وأقفز وأقفز. هلا بقى مرتين. أهم شيء ابتعد عنه. وين أروح إنزين؟ وين أروح؟ مسافة طويلة لين هناك. بعد ما بلازم مثلا وين رايح انت يا كراش؟ طيح انا شعلي منك. مهم بتحرك. الحيوان يقلدني يمشي نفس الخطوات. يا اخي اختصر عشان تطيح.
الأبطال. أوش هالمرة إن شاء الله. أنا هنا. حلو، إن شاء الله هالمرة أضبطها. أخ غبي غبي، لف هناك مرتبك. بعد هاي ما فيها تشيك بوينت. تايجر اكس. اوه والله وشو شت. تحركت متأخر. اها يلا، الملاحظة هذه بعد مهمة انك ما توقف. كريه ما توقف الا لما هو يطيح اصلا تحت، فيكون الاخضر هذا ثابت. اخر اول كم مره عدت من البدايه اخسر، ف مشكله هالمره تضبط ان شاء الله. شنو هذا؟ اشمعنى؟ انا هنا. يلا بقى مرتين مخرب مستانس. ها
هم يخلون مثلا دائرتين ما تتحرك يا حيوان. ايش ذا حيوان فعلا. ميت ميت حتى لو تحركت المسافة. مسافة بين الدوائر اللي تسوي حركة واحدة بس يمكن تضبط يمكن لا. تركض عقب دائرة عقب اكس تنم مسافة اعلى. والله بلا قرف. انا هنا انا احس المفروض مرة واحدة. ليش يعني هاللفة كلها؟ في شيء مش فاهمه هنا يعني. انا هنا الحين بيجي معصب. خلنا نركز الحين.
أنا هنا الحين لازم أركز. ياه المفروض هناك أروح. يا ليش شال الغباء؟ انا هنا وشت. يا شلون؟ حاط هاي الانالوج يمكن عشان الكاميرا. شيء غريب فعلا. بعتمد مرة ثانية على الاسهم. أنا ما طاح طولين الأحمر عشانك. يا المجرم. يا عم ادلف يلا أنا هنا. فكه بقى مرة واحدة لازم أركز الحين. ياه أبي أقفز. يلا بقى المرحلة هذه والثانية. أنا هنا هالمرة لازم أركز. وش هذا اللي يطلع فوق؟ أشوا وأخيرا. شمعنا
تايجر. تخلصنا منه. ما حد يجي ولا شيء. أو ما يطلع حد يتكلم. يا بركان. أنا أحب الثلج، خلنا نروح البرد. شو إيش بيطلع لنا؟ Cold Hard Crush. A perfect run up to a death platform makes it appear. والشكورة والله. الحيوانات هذيلا نكرههم. ايه كله وجيه، يعني عفوا كله منقو. اها اوه شال غباء. اوه شت. انا يبغون عمدا اخسر. اوكي يلا مو مشكلة، خلنا نرتاح ونوقف. بلاتفورم ميكس ات ابير، هي كل المراحل تتكرر بس شوي يضيفون تغييرات. تبع على طول الوقت دائرة، ما يصير. قلبي. قلنا لكم نفس الشيء، قنافذ الحين والله
وش لا مش خراب. اوه شت مشكلة. اوه ليش بعيد يا اخي الشاشين. إذا ما لدغت هنا وانضربت هنا انضرب هناك. لا 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 أبي أطلع من ذي المرحلة. أبي أوقف التسجيل أكمل بعدين. بشوف Game of Thrones أحسن أو أي فيلم. إيه بقى كم شهر عشان ينزل الجزء السابع؟ يلا بنوقف.